يقول في رسالته: هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين، علما بأنه في غربة يطلب الرزق؟ وما هي المدة الشرعية في نظركم الذي ينبغي للزوج الرجوع فيها، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ أفيدونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لأمر الله تعالى بذلك في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وحق العشرة حق واجب لكل زوج على زوجه، واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها. ومن المعاشرات بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة، لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها. ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها، ولا يلحق الزوج منها حرج، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها. فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه، وإن غاب مدة سنتين أو أكثر. وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى المحاكم.